حنانية اسم عبري مشهور معناه الرب تحننا، تسمى به الكثيرون في العهد القديم، بينما في العهد الجديد تسمى به كل من رجل مسيحي باع حقلاً ووضع جزءاً من ثمنه عند أرجل الرسل واختلس الباقي مدعياً أنه وضع كل الثمن، فمات تحت القضاء الإلهي هو وزوجته لأنهما كذبا على الروح القدس. تلميذ كان في دمشق وقد أخبره الرب في رؤيا أن شاول الطرسوسي آمن، وكيف أنه اختاره ليحمل اسمه أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. فذهب حنانية إلى حيث كان شاول يقيم في بيت يهوذا في الزقاق المستقيم في دمشق، ودخل البيت ووضع يديه على شاول فأبصر في الحال وقام واعتمد. ويذكره الرسول بولس بكل تقدير ويقول عنه أنه كان رجلاً تقياً حسب الناموس ومشهوداً له من جميع اليهود السكان. حنانية رئيس الكهنة في أورشليم من سنة 47 إلى سنة 59 ميلادية، وهو الذي عندما وقف الرسول بولس ليدافع عن نفسه أمام المجمع اليهودي أمر بضربه على فمه مخالفاً للناموس حسب تعبير بولس. كما ذهب إلى قيصرية مع الشيوخ وخطيب اسمه ترتلوس للقيام بالادعاء ضد الرسول بولس أمام فيليكس الوالي.